شفت جسمي ها هاي من تقولي بعد استميني شوفوا يوم ويانا هايش في اي بي قاعد تسب العراقيين عاد يقول لك انه راح تقوم تاكل بشر لان الاكل ما قاعد يكفيه تريد تاكل تريد تشبع سكيت قبل ما ندخل بالفيديو لا تنسى اللايك يا طري خلينا نوصل هذا الفيديو اكثر من 10,000 لايك اعرفكم ما تقصرون شوف شنو موضوع هاي الهايشة تعال بنية اسمها لمياء وراح نصيح لها لمياء تشرين بنية هاجرت من العراق الى امريكا فخلينا نشوف شنو البث اللي سوته على الفيسبوك وش قالت فيه تعال اي واحد من عندكم يقول لي وين جسمك وش من مبين عليك انت طفانه انا بس اريد اعرف منو قال لك وين جسمك شو ماكو يا اثول هيك قال لها لسه لمياء تشريب ممكن تعطيني قطعه من جسمك صدقه لي بشرفك والله ضعيف وادور جسم يعني شويه من الكرش شويه من الزند من الرجل يعني والله تسوين الصدقه والقران بس اريد اعرف السرير مالتك منو مصمم لك اياه؟ لان مال السرير واحد نايمين عليه يفطس لي جوا ينزل على الجار اللي جوا. اقول له روح من ما شنت ارجع. زين؟ دروحوا يا المقهور مضغوطين من الملكه. يلا شفت جسمي؟ ها؟ هاي من تقولي بعد استميني شوفوا التشريب قاعد يسوي غلط قدام الكاميرا عيني تريد لها عريس بس اريد اعرف امريكا شلون قبلت بيك كلاجئه بس اريد اعرف وقتها سيد اوباما من قبل اللاجئين ما باوع انه انت راح تستهلكين الاكل والشرب مالتهم وتموتين الشعب الامريكي من الجوع ضعفانه وصايره عوده واخبل وموتوا وموتوا من قهركم يا المضغوطين يا طايحين الحظ يا ما عندكم اصول ولا عندكم ذوق هسه انا مبدله وهسه حطلع واتونس وانتم قاعدين بالخيسه وقاعدين بالجيفه لا 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 فستانك كل شيك يخبط فستانك عمي شنو انجلينا جولي خلت عينها عليك من شافت هذا الفيديو ورادت مثل هذا الفستان اللي انت لابسته اللي ما اعرف ملابسك منين مشتريتها من يا باله يعني حتى بالشور جاب 1000 دينار ما يبيعون ملابسك انا اتوقع اياكم ملابس اكس اكس لارج انت ملابس 5 اكسات ودبل لارجين يلا يكفنج وحيل بيكم وحيل بيكم لوك 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 دير بالك دير بالك الست تشريب راح تجيب لها قامه راح تنزل على المتابعين هي ما يحتاج لها قامه هي الجسم مالتها كافي اذا واحد عارك وياها غير ونهمت عليه هذا يبقى بس حفريات يبقى بس العظام لا جلد لا دم لا لحم كل شيء ماكو واحد عمي انت اذا هديت لك عشيره كلها زين بس تطلعي لهم عضلاتك غير العشيره كلها تطفر تطافر ما يعرفون كلها تنثول اللي بما تذكرني اذا تتذكرون هذا الستلايت مال ايام الطيبين اول ما نزل مال سترونج هذا الصيني اللي قاعد هيك صدره هيك وقاعد ديباوع على الكاميرا تتذكرون مو هاي اسمن من عنده اراويكم احنا شلون عايشين هنا نطلع شوكت مكان ونسد بابنا شوكت مكان وماكو واحد يحكي ويانا يعني واللي يحكي ويانا يعني نخلي القدره بحلقه. الست لمياء تشريب بابا مفتوح 24 ساعه، ايش وقت ما تريد تروح له تلقاها ببيتها. المشكله مو هنا، المشكله انه حتى اللي ضارب كيلو مخدرات وحشيش وطالع منطره ومخبل زين هم يفكر يجيك، بس اللي يريد ينتحر زين يفكر انه ينتحر من الحياه يقول خل اروح الست لمياء. بس هاي السالفة منو ايش صار ساعة قدرتكم احترمكم اسويكم بعض لايفات يعني اطلع واروح واجي بس هسه بعد شوي اسجل لايف بس هيك اراويكم نمبر 1 تتحصرون انتو عدجوا لامريكا تتحصرون حصرة هيك دنابل برقبتكم بعدين تفتح اللايف تحكون علي يا صراحه يعني اقول لك اياها مني الك يعني اخذيها نصيحه اي واحد عراقي هسه يفكر يروح الامريكا بطل واحد بتركيا عنده ملف وبعد ليوم يسافر لامريكا راح يروح يلغي الملف مالته وينسى امريكا على ام اللي عايش بامريكا ازيدك من الشعر بيت اي واحد هسه بامريكا شايف اللايف مالته زين راح يقرر باول طياره يرجع للعراق انا يعني بس اكو شغله واحده محيره بالي ومطيره نوم شلون هذا الديناصور اللي شفتوه قدامكم نجى من الانقراض شلون؟ سلفتهم شغله ليش بعض الناس اللي يروحون لامريكا يبدون يسبون بالعراقيين ويغلطون عليهم وانتو حصر عليكم امريكا
وانتم ما توصلون الامريكا وظلوا بالخيسه وظلوا بالجيفه. حضرتك وين كنت عاني قبل؟ ها؟ كنت بفرنسا؟ لو كنت بالمانيا ومن هناك رحت لامريكا؟ ما كنت حضرت جنابك بالعراق وبعدين شبيع عن العراق؟ تربون يكبرون بالعراق ومن يروحون لامريكا يصير امريكا بلدهم الرسمي ويصير العراق كخه. مو؟ حبايب لا تقصرون ويا لميات تشريب. كتبوا تعليقاتكم حول الموضوع. ما اوصيكم. نزلوا عليها. لان انا اكون وصلنا لنهايه الفيديو حبايبي، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. لا تنسون لايك للفيديو، اشتراك بالقناه، تفعيل زر الجرس. انا اقول لكم مع السلامه.